اهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد على قناة مصطفى جيمينج. اليوم الفيديو منتظر، بدنا نحكي على طريقة تحميل وتثبيت خريطة برو مودز يلي فيها خريطة الشرق الاوسط الدول العربية لاحدث اصدار من لعبة يوتراك 1.48. طبعا لاي حدا جديد على لعبة يوتراك او ما بيعرف شو هي المودات، المودات هي بعض الملفات اللي بنحملها وهي مو رسمية، بتكون من ناس تانين مشتغلين لتوسع لنا خريطة وتعطينا بعض الأمور الجديدة بالخريطة. فلعبة يو تراك هي لعبة محاكي شاحنات لأوروبا، فخريطة الدول العربية هي خريطة البرومود بتعطيك دول شرق الأوسط العربية، دول الشام والعراق ومصر وشمال السعودية، هي وكمان بتعطي إضافات بأوروبا، هي بشكل عام تمام. فنحن بنحمل هاي المودات بطريقة معينة. طبعا هذا موقع البرو مودز، موقع البرو مودز انت بس تحط على جوجل برو مودز تمام. بس قبل ما نفوت على الموقع ونعمل حساب وننزل الفايلات، المهم نحن نشوف شو هي شروط تحميل الخريطة، لانه اذا انت مالك مستوفي الشروط الخريطة عندك ما بتشتغل. فاذا انت بتجي على اللعبة عندك على ستيم او اذا انت كنت محملها من موقع تاني مالك مشتريها، بس تأكد اللينك اللي موجود في الخريطة يكون فيه كل الـ DLCs تمام. معظم الناس يلي بتعطي اللعبة بشكل غير رسمي بيكون عندهم كل الـ DLC، بيكون مشمول مع بعضها كلها كامل. فمتى كلام إذا أنت لعبتك مو رسمية، أما إذا أنت مشتريها من ستيم نظامي وكل شيء، فأنت لازم تفتح اللعبة بستيم تعطيه على DLC، وهون بـ DLC لازم تنزل على الماب تمام، View Full List Map Expansion، وهون لازم يطلع أنت عندك يكون هاي خرائط يلي هي أيبيريا، Road to Black Sea، Beyond the Baltic Sea، إيطاليا، Vive la France، سكندنافيا، Going East، الوست بالقانس لسه ما نزل بعد، فهذا لسه مو ضروري، أصلاً لسه مو مطلوب ولا متوافق. فسبع DLC هدول الأولانيات لازم تكون مشتريهم حتى تشتغل عندك اللعبة. نرجع على موقع البرومودز، موقع البرومودز إذا أنت عندك حساب تعطيه على داونلود ياخدك مباشرة على عملية التحميل. بس ونفرض انه انت جديد واول مرة جديد على اللعبة وما بتعرف شيء وبدك تحمل التوسع، بدك تكبر اللعبة، فشو بتساوي؟ هلا انا هي حسابي تمام، لازم تعطيه تسجيل خروج تمام. فانا فينا نعطيها هلا اذا بدنا ريجستر، اذا انت فتح موقع او ما بيعطيك هي القصة ريجستر، فانت ريجستر قال له اي اجري، وافق على الشروط. طبعا يلي بيقول لي بالتعليقات انه ما عارف يسوي حساب على البرومودز بدي ازعل منه كثير، لانه انشاء الحساب بسيط جدا جدا جدا. بتحط يوزر نيم اللي انت بدك اياه، بتحط الايميل، بتحط الباسورد، كونفيرم باسورد، اللغه اللي بدك اياها تمام، فيك تختار العربيه كمان شايف، اوكي موافق، فحتى فيك تعملها بالعربي. بعدين تختار المنطقة اللي بدك إياها واللغة، تعطيه إرسال، بيوصلك إيميل، تعطيه كونفيرم على الإيميل عندك وبس، وبتسجل دخول في اسم المستخدم اللي أنشأته، كلمة مرور اللي عملتها بهالبساطة هي تمام. فأنا هلا رح سجل دخول أمامكم على الحساب المحفوظ عندي، هاي تسجيل الدخول، هاي أنا عندي الحساب تمام، اعطيه تذكرني بس، اعطيه تسجيل دخول شايف بهالبساطه هي. هذا هو انشاء الحساب على البرومودز تمام. طبعا التحديث نزل من يومين، اليوم الاحد نزل، يوم الجمعه المساء تحديث البرومودز. فبتمنى يكون عجبكم التحديث، وبتمنى تتابعوا معي هلا خطوات لاخر الفيديو مشان ما يصادفكم اي مشاكل، وبطريقكم ما تنسوا اللايك للفيديو. فهلأ نحن شو بدنا؟ نحن بدنا اليوروب أول شيء، تقدر تعطي يوروب. هون بيقول لك جنريت ديف فايل، هذا الفايل مهم جدا لا تفعيل خريطة، لازم تضغط على هذا الرابط تمام. هون بيقول لك الانتيريور ساوند يعني الصوت جوا الشاحنة خليه ديفولت، دامج أنا نو دامج ما بدي، ستاندرد هون على اعتمادا على مواصفات جهازك، الالوان انا ما بعدلها، زوم كومباتيبلتي
إلا صح، لأنه أنا بدي إياها. تمام، check this box، هذا ضروري جدا لأنه نحن راح ندمجها مع خرائط تانية. فبالبساطة هي generate، بحمل لك فايل، بتخلص ملف التعريفات def، ضروري جدا. أما هلأ نرجع لنفسي هاي، نعطي go to step 2. في هالمكان هاد يقول لك تحميل مدفوع وتحميل مجاني. أنا بعرف حمل مدفوع، بس يوم راح حملها تحميل مجاني مشان تشوفه، فك الضغط على الملفات، ما حد يقول لي ملفات ما اشتغلت معي. standard download، هو أعطيك هون كمان فيديو إذا أنا شرحي كمان ما كفى معك، في شرح من عندهم كمان بالإنجليزي. فأنا بحمل الفايل الأول أمامكم، أنت بتجي لهون بس تضغط عليه، تستنى هذا الأزرق. تمام، بعدين بيعطيك هاي مثل ما انك شايف بدأت عملية تحميل. وأهم أهم أهم الشيء، لا تحمل أكثر من ملف مع بعضهم، لازم بين ملف والتاني 5 دقائق بين كل ملف والتاني. فلا تحاول تحمل أكثر ملفين مع بعض لأنه حسابك بينحظر، ولا تحاول تحمل خريطة البرومودز من موقع إضافي أو موقع خارجي، أنه ممكن يكون فيها فيروسات، ممكن يكون فيها مشاكل، ممكن تعرض لعبتك للخطر. أنت لما تحمل كل الملفات هدول يلي قلت لك عليهم، تمام، من 1 لـ 9، في عندك هاي testing tool، هاي وسيلة لحتى أنت تشيك على الفايلات إذا هي شغالة أم لا. فكمان بطلب منك تحملها. هلأ أنا التحميل اللي قبله كان صار له 5 دقائق، فبدنا نستنى هلأ دقيقة تقريبا، مو مشكلة. تمام، هلأ نحن حملنا الملفات كلياتهم وحملنا التستينج تول. لسا عنا الشيء المهم اللي هو خريطة الدول العربية اللي هي نحن بدنا إياها. طبعا هذا الترتيب ملفات حاطط لك إياهم. تمام، فنحن فينا نحط خريطة الدول العربية، كيف بدنا نوصلها؟ تعطيه إذا بدك الـ added ons. تمام، تنزل على الميدل ايست، ميدل ايست باك 1.48. طبعا فيك تنزل لباقي الاصدارات القديمة اذا انت عندك اصدار قديم من هي اللوحة هون. تمام، تختار الاصدار اللي بدك اياه. نحن بدنا اصدار جديد 2.66 ميدل ايست. وشوف لي هذا ما ابسطه، ما في ديف فايل، ستيب 2. بعدين هون تعطيه ستاندرد داونلود، هو فايل واحد. فانت لما تضغط على هذا اللينك بيحمل لك فايل خريطة الدول العربية. بس تحمل ملفات كلياتها تطلع عندك الملفات بهذا الشكل. تمام، فاحنا اول شيء نزلنا التستينج تول صح، نضغط عليها قل له نعم. فهي التست في هاي التست فايلز مالهم اكستراكت بمكانه، اكستراكت هون بنفس الفايل. اوكي تمام، فنحن بدنا هدول نزلناهم، عملنا النسخ، نلصق في هالمكان. تمام، فهلا اذا بنعطيه نحن تيست فايلز، شوف لحاله هلا بملك تيست للفايلات. شايف every file is okay. تمام، 100% فايلاتنا نحن صح. تمام، هلا كيف بتفك الضغط عن الفايلات؟ شايف الفايل يلي اسمه برومودز 2.66؟ لازم يكونوا كلهم مع بعض بنفس الفايل، بنفس المجلد، تحملهم مع بعض. فهذا هو 2.66 7Z. تفتح على تطبيق WinRAR، اي برنامج فيه ضغط، بس WinRAR احسن. تمام، هاي الفايلات، فأنت بتعطيه كل الفايلات عشان ما تعذب. extract to المستندات Euro Truck Simulator mod، تعطيه اوكي. طبعا ملف بصير حجمه 9 جيجا، فممكن يستغرق معنا بعض الوقت. انا عم اقول لك انه انت تعمل لهم كلياتهم process files in all volumes الاولى بس، وتركه فيك الضغط يا معلم. بهالبساطه هي، ف
فك الضغط عن كل الملفات. تمام؟ فأنا فك الضغط عندي هلأ عن الملفات. هلأ عندك الـ ME خريطة الدول العربية. كمان نفس الشيء وأسهل، بس اللي هو فايلين تختاره استراكتو مستندات يور تراك سيميليتر مود تعطيه اوكي بهالبساطة هي. وإذا بتحب لسه في عنا شيء تاني هو اختياري جدا وليس إلزامي، إذا بتحب فيك تحمل التريلات والكومباني لبرومودز، وفيك تنزل جريت ستيب. جريت ستيب هي تعطيك كازاخستان وشوية مناطق من روسيا، أي إضافة لبرومودز كمان إذا بتحبها. فخلينا نروح على داخل اللعبة ونشوف ترتيب الملفات بالمود مانجر. تمام، فنحن سجلنا الدخول على اللعبة إصدار 1.48 أحدث إصدار في وقت تسجيل الفيديو. فإذا نحن بنجي هلأ على المود مانجر، فإذا أنت كان عندك مودات قديمة من إصدارات سابقة فيك تشيلها فيها الضغط الزر اللي يس. تمام، فنحن كيف بدنا نرتب الفايلات؟ نحن بدنا نحمل هاي الفايلات. نبدأ ب أول ملف اللي هو الأسيتس، ضغطين بعدين تعطيه على الموديل 3 هي موديل 3 موديل 2 موديلز 1 بعدين تعطيه الميديا. تمام، بعدين الماب، بعدين عندك الدي ال سي سبورت. اذا انت عندك دي ال سي، دي ال سي الخرائط ودي ال سي الملفات الثقيله. لسه عندنا ملف التعريفات الديف فايل وين الديف فايل؟ يمكن انا ما نسخته. تمام، نرجع شوفوا قدامكم هاي صارت هاي القصه عشان تعرف الديف فايل بيكون نازل لحاله صح. لما حيضيع معه الديف فايل بتطلع لفتره اللعبه. شوف الديف فايل انا يمكن ما حطيته بهذا المجلد ريموت ديف فايل الديف فايل اها هو بهالمجلد. شوفوا الدف 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 هذا هو الدف. شايف؟ عشان ما تصادف انت هالمشكلة تعطيه نسخ مستندات يورو تراك سيميليتر مود تعطيه لصق. نحن ما كنا ملاقيينه. شايف؟ هو ما بيكون مشمول بالباكيج نفسه، فهذا لحاله بتنقله وباقي ملفات فك الضغط عنا على مجرد اللعبة. هذا هو كثير ناس ما بتلاقي احيانا، فنحن بنرجع. فانت مشان تلاقي اعطيك كونفيرم وهلا اللعبه بتعمل ابديت لحالها. تمام، ارجع اعطي مود مانجر. هلا بتلاقي ملف الدف لازم يكون نازل، شايف هاي الدف. هلا بتحط الدف اعلى واحد. تمام، لسه عندنا خريطه الدول العربيه برومو اسيتس و ديفينيشن ماب. هذا هو الترتيب. إذا أنت حاب تستعمل برو مودز لحالها ولسه عندك شيء تاني، إذا بدك تستعمل هاي البرو مودز الجريت ستيب الزرقاء وتحطها أسفل الشيء أسفل السافلين هاي أسيتس، بعدين الثاني كمان أسفل الشيء، بعدين ترفعها تصير ملفات بهالترتيب يلي أنت شايفه. إذا حاب تستعمل برو مودز لحالها بدون ما تدمجها مع خريطة تانية أوكي. وإذا بتحب تطلع خريطة ملونة تطلع أحلى، فيك تستعمل مود خريطة ملونة. وينه؟ أي مود خريطة ملونة تحطه أعلى شيء. إذا بتستعمل برو مودز لحالها هو مو إلزامي، إذا بدك تدمجها مع خرائط تانية هو بصير إلزامي. وأنا بدي أدمجها مع خرائط تانية الصراحة. تمام؟ فإذا أنت حابب تكمل برو مودز بدون شيء بس أعمل كونفيرم تشينجز وبتطلع تمام. إذا أنت حابب تدمجها مع خرائط تانية فأنت شوف معي هلأ الأوبشن الثاني راح. هلأ في أوبشن ثاني إذا أنا بدي أدمجها مع فايلي الأساسي يلي فيه خريطة الروت تو أفريكا والروت تو آسيا في خرائط تانية
فاحنا كيف بدنا ندمجه؟ هلا شوف هالكومبو يا رح اعمل لك اياه هلا. تمام، انا سمع عندي برومودز، هاي ملف كنت عم العب عليه الاسبوع الماضي. فانا مثلا اول شيء بدي اجي على ترتيب الفايلات. فانا عندي مثلا عندي هاي خيط الجافا كمان، فبحط خيط الجافا اول شيء، هاي خيط اندونيسيا كمان اذا بدكم نعمل عليها فيديو. فخيط الجافا هاي بدنا المودلز 2 اول شيء. تمام، اخر شيء المودلز 1 وبترفع شوي الجافا رود وبترفع شوي. بعدين عندنا الجريت ستيب حطيناها. تمام، بعدين بتخلي انت عندك الرود تو اسيا، بعدين بتخلي انت عندك في عندنا الرود تو اسيا فيكس هاد اصلاح عشان تشتغل مع المودات الثانية. تمام، عندك الرود تو افريكا موجودة. تمام، هاي خريطة الجوناي ما رح تشتغل معنا، بدنا نشيلها. تمام، هاي الباقي انا عندي تريلات وشحنت. بضيف برومودز هلا على المودات الثانية. فأول شيء كالعادة نبدأ بملف الاسيتس، بتنزل الفايل لهذا المكان. بعدين المودلز 321 اوكي، بعدين المودلز 2 مدمج لك الخريطة هلا قدامك، بعدين المودلز 1، بعدين عندك الميديا، الماب، الديفينيشن، الدي ال سي سبورت. شايف هيك بتدمج خريطة مع خريطة تانية مباشرة أمامكم عم تدمجها هالمرة. خريطة الدول العربية بتحطها هون. تمام، بعدين بتحط الديفينيشن كمان نفس المبدأ. انت وقف الفيديو وشوف الترتيبات. هاي هي الفايلات. طيب شو لسه في عندنا فايلات ممكن ننزلها عشان نسجل دخول فرد مرة. تمام، فمود خريطة ملونة فينا نستعمل يلي انا ننزل لك اياه اللي هو هاد، بعطيك رابطه. في ملف تاني عندي مدري من جاي يلي هو هاد، فانا هذا مو مجربه. الاسود على نمط برومودز، فيك تحط انت هاد او الثاني، خلينا على الملون احلى شوي. تمام، فلسه عندي حط مود هالشاحنة هاي نزلناه الفولفو اف المعدلة. تمام، بتحط المودات اعلى خرائط. هاي الام بي 4 الاكتوس حاولت نزلها ما اشتغلت، شايف باللون احمر، مو مشكلة. هاي مودات كلها جاهزة. لسه عندنا هاي جيري فول سكرين وورد ماب، ممكن اعطيكم رابط الخريطة الكاملة تطلع فول سكرين وبس تعطيه. هلا كونفيرم تشينجز، نعطيه كونتينيو جيم. فأول مرة بتفتح الخريطة ممكن تحمل معك، أنا دمجت كمان مع خريطة تانية فأنا صار دبل، صار 35 مود فعال مثل ما أنك شايف. وممكن تاخذ معك يعني من ربع ساعة لنص ساعة 10 دقايق، كله اعتمادا على قوة جهازك. أنت أعطيه لود anyway. أوكي، ما تهتم، كونتينيو. مجرد ما تطلع لك أنت هاي الخريطة أو هاي الإشارة، إشارة برومودز 2.66، أمورك تمام 100%، بس تحمل لحتى يحمل الفايل على الآخر. تمام يا شباب، فحملت معنا خريطة الحمد لله بعد حوالي 5 دقايق عندي. شوف هاي البرومودز فعال، كله موجود، خريطة أفريقيا موجودة كاملة، خريطة الشرق الأوسط موجودة، الجريت ستيب موجودة، كله شغال مع بعضه، هاي خريطة آسيا كمان،
خيط اندونيسيا وين صارت؟ هاي خيط اندونيسيا كمان شايفة، كله صار شغال معنا. تمام، فأنت عم بقلك كويك ترافل. اوكي خلينا نروح على دمسقس، ما في. طيب خلينا نروح على بيروت، كونفيرم. تمام، فتحت معنا الماب بهالبساطة. عندك تروح على مدينة تانية تعطيه جراج أو جراج بورتشيس. مثلا أنا بدي جراج، كتير ناس تسألني أنا كيف بدي أروح على المدينة الفلانية، اشتري جراج. رح تروح أنت على وين؟ على باجي، أنا عندي اشتري جراج بالقائم، اشتري. بقول له يس. تمام، بعطيه على جراج مانجر، بتدور عليه، اعطيه ماب فيو. هاي اللي اشتريناها هلا، تعطيه ترافل بهالبساطة. هاي قال له يس، بس بتحامل معك خريطة. كتير في ناس تسألني أنا فتحت خريطة الدول العربية بس ما عم تشتغل معي، أو أنا ما عم أعرف أنتقل على المكان الفلاني. قدامك أنا انتقلت في 5 ثواني، شايف؟ هاي نحن بالحديثة هلا بالعراق أو بالقائم، شايف؟ هاي هي، نرجع نعطيها على الماب أفرجيكم شو جديد بالخريطة. هاي العراق، تمام. هاي نحن عنا دمسقس، هاي عنا كله سوريا، تركيا، قبرص، فلسطين كاملة، الأردن، مصر. عنا مصر من الجانب الثاني، هاي طلعت أفريقيا. شفت الخريطة اللي عملناها؟ طبعا الخرائط السابقة موجودة في فيديوهات تانية، بتمنى تتابعوها. هي أوروبا كاملة، طبعا كل شيء باللون أبيض ما هو مكتشف جديد، محتوى جديد، خريطة فيها محتوى جديد كتير. مطورين باليوكي، مطورين بإيرلندا، مطورين بإستونيا حسب ما تذكرت، في مناطق جديدة. في بعض التطويرات برومانيا كمان، في مدن جديدة هون رومانيا. أما بالدول العربية ما في تطويرات، بس هو تحديث توافق مع 1.48. تمام، فهي هي كانت طريقة تحميل خريطة الدول العربية للإصدار 1.48. بتمنى يكون الفيديو عجب حضراتكم. إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا اشتراك بالقناة، لا تنسوا اللايك، شاركوا الفيديو مع أصدقائكم المهتمين بالموضوع. أما من هون للفيديو الجاي، بترككم في أمان الله.